كان احتفالية في مدرسة ابتدائية في ضاحية صباح الأحمد، وكان مستخدمين النطاطية اللي هي الهوائيات، الألعاب الهوائية، وخلالها حصل تدافع، سقط 3 من الطلبة، تم إسعافهم من المستوصف، 2 منهم كان لديهم إصابات لكن تم إسعافه وعلاجه في المستوصف. حالة إضافية يبدو أنها احترازيا تم نقلها بالإسعاف الجوي لمستشفى الأداب. طبعا استخدام الإسعاف الجوي مو معناه بالضرورة أن الحالة يعني جدية أو فيها يعني خلينا نقول نزيف أو كسور، بقدر ما أنه هو استخدام لوسيلة لا نتردد في استخدامها لتقليل فرص الوصول للمستشفى مرة وللعناية مرة أخرى. ولا يخفيكم أنه في 2017 تم استخدام الإسعاف الجوي أكثر من 1000 مرة في مختلف مناطق الكويت لأسباب مختلفة. باختصار الولد اللي بالمستشفى يلقى كل عناية يعني ممكنة للتعامل مثل هذه الحالات، وفي حال يعني توفر ما نحتاج من معلومات إضافية سيتم التواصل والإعلان عنه لطمأنة أهله والجمهور الكريم على حد سواء.